دينا الشربيني اول سنه تحتفل بعيد ميلادها من غير الهضبه بعد ما انفصلوا عن بعض. كان في عيد ميلادها بقى موجود ناس كتيره جدا وصحاب كتير جدا من جوه الوسط الفني ومن بره الوسط الفني. من اللي كانوا موجودين من الوسط الفني الفنان خالد سليم ومراته نسرين امام والمخرج طارق العريان وكمان ياسمين رئيس. يمكن ياسمين رئيس من اكتر الناس اللي قريبين ليها، خصوصا ان هم اشتغلوا مع بعض كتير جدا جدا جدا، زي برنامج عز الشباب، زي فيلم هبتة، زي مسلسل طرف تالت. عشان كده ياسمين رئيس نزلت على الستوري بتاعتها ستوريز كتيرة جدا من عيد ميلاد دينا الشربيني. دينا الشربيني كانت بتحتفل بعيد ميلادها 36 وعمرو دياب كان بينزل بوست على الاكونت بتاعه على الانستجرام، صوره مغير اللوك بتاعه خالص، شعره اصفر، شكله اصغر بكتير، عشان يحاول يثبت لنا ان هو ما كدبش لما قال انا مهما كبرت صغير.